اليوم نحييكم وإلى حلقة جديدة من برنامج ملفات الشرق. يبدو أن قارة إفريقيا التي تتجه إليها أنظار العالم بأنها مستقبل الاقتصاد في الفترة القادمة لامتلاكها العديد من الثروات الحيوية، منها البترول والذهب والألماس واليورانيوم، إلا أنها تعاني حروبا ونزاعات في عدد من دولها 54، بخلاف انهيار القطاع الصحي والذي ظهر جليا في تعامل الاتحاد الإفريقي مع وباء كورونا، واعتمدت بشكل كبير على الدول الأوروبية في مساعدتها على اجتياز تلك المرحلة الحرجة. وتدني حقلي الاقتصاد والتكنولوجيا، وهنا يلوح السؤال عن دور الاتحاد الإفريقي في التعاطي مع أزمات الدول التي تكون من أجلها عام 2002، وأولها إحلال السلام في قارة إفريقيا. مشاهدينا، نناقش موضوع حلقة الليلة لكن بعد هذا التقرير. محاولات تكوين مظلة إفريقية تضم مختلف دول القارة السمراء بدأت منذ عام 1963 عند إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، ثم في قمة سرت في ليبيا عام 1999 تم التوافق حول عمل اتحاد للدول الإفريقية. وانطلق الاتحاد في عام 2002 في قمة ديربان بهدف تحقيق الوحدة والتضامن بين الشعوب الإفريقية وإحلال السلام والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وتنمية القارة اقتصاديا وصحيا وتكنولوجيا ووقف النزاعات. ورغم أن القارة الإفريقية غنية بالبلاتينيوم واليورانيوم والذهب والنفط والكثير من الثروات، لكن النزاع المسلحة والتوترات السياسية والتدهور الاقتصادي وانهيار النظام الصحي في معظم الدول يعتبر الصورة الأبرز في المشهد الإفريقي. فليبيا تعاني من تفشي الإرهاب والخلافات السياسية منذ أكثر من 10 سنوات، ومصر مرت بعواصف سياسية منذ 2011، وها هي تحاول حل أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، وربما ما يؤثر على حصتي مصر والسودان من مياه النيل. وتأتي إثيوبيا على قائمة الأزمات نتيجة للحرب المشتعلة بين قوات تحرير تيغراي المعارضة والحكومة، أسفرت عن خسائر في الأرواح واعتقالات تعسفية. وفي المغرب لم يتم حل أزمة الصحراء الغربية التي تحاول جبهة البوليزاريو الحصول فيها على حكم ذاتي بعيدا عن المملكة. وفي السودان عاد الخلاف السياسي إلى الواجهة بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الوطنية حل المجلس والحكومة، والذي اعتبرته القوى المدنية قفزا على الوثيقة الدستورية وانقلابا صريحا. مشاهدينا، نناقش هذا الموضوع مع الأستاذ أيمن عامر، وكيل الشؤون الإفريقية والعربية بنقابة الصحفيين المصرية. مرحبا بك. مرحبا بحضرتك أستاذ نور. مساء النور. بداية، لعل الدول الإفريقية تعاني الكثير من الأزمات على مختلف الأصعدة، لكن تم تأسيس الاتحاد الإفريقي عام 2002 لمواجهة هذه الأزمات. ماذا فعل الاتحاد الإفريقي؟ يعني الاتحاد الإفريقي طبعا أسبقه تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963 بدعم وبدور رئيسي من الرئيس جمال عبد الناصر. ورئيس جمال عبد الناصر رأى في ذلك الوقت، هو طبعا كان دعم كافة حركات التحرر ضد الاستعمار في العديد من الدول الأفريقية المستعمرة، ولكن ظلت منظمة الاتحاد الأفريقي حوالي 40 سنة. ولكن رأى الرؤساء في ذلك الوقت أن المنظمة ليست جديرة بمواجهة التحديات الجديدة، ومنها الانقسامات وبعض الانقلابات العسكرية والخلافات السياسية ما بين الدول والحروب البينية. فتم التوجه إلى تأسيس الاتحاد الأفريقي، وكان من ضمن الداعمين في ذلك الوقت الرئيس الراحل معمر القذافي، وهو من أسس المؤتمر الأول التأسيسي في تاريخ 9/9/1999، وهو تاريخ اختير بعناية وله رمزية.
في هذا السياق اللي هو ما جعل الاتحاد الافريقي كان يساند الرئيس معمر قذافي في بدايه ثوره 2011، وعلى العكس ان الامم المتحده والاتحاد الاوروبي راي التدخل الغربي وتدخل الناتو لاسقاط الرئيس معمر قذافي، وهو ما احدث يعني شقاق ما بين المنظمتين في تلك الفتره. نعم، لكنك قلت 40 سنه مرت على تكوين منظمه الوحده الافريقيه، ولكن لم تواجه الازمات والحركات الانفصاليه، وحتى الاستعمار لم يكن لها دور فاعل في مواجهه الاستعمار. طيب، عندما جاء تكوين الاتحاد الافريقي، الم يستفد المكونون للاتحاد الافريقي من فشل تلك التجربة، فشل منظمة الوحدة الإفريقية والبناء على أسس أخرى؟ بالفعل، عندما أنشئ الاتحاد الأفريقي قرر الرؤساء الأفارقة والحكومات الأفريقية تأسيس مجلس السلم والأمن الأفريقي لمواجهة تلك التحديات، لمواجهة أي نزاعات داخلية، لمواجهة نزاعات بينية بين دول ببعضها، لمحاربة الإرهاب، لمواجهة التدخل يعني من ميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق ولائحة منظمة لمجلس السلم والامن الافريقي، التدخل في 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 حاله حدوث مثلا ارتكاب جرائم اباده جماعيه، ارهاب، احتلال دوله لاخرى، يعني التدخل العسكري والتكوين، وتم تكوين قوات حفظ سلام، وبالفعل دخلت قوات حفظ السلام في موزمبيق وفي رواندي وفي الصومال في 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 دارفور. لكن في دارفور يعني قتل اكثر من 300,000 شخص في مذبحة دارفور، وهي التي بدأت بعد تكوين الاتحاد الافريقي بعام واحد. ما هو في عقبات وفي تحديات امام مجلس السلم والامن الافريقي، هناك ثلاث تحديات. التحديات تؤول دون القيام بدوره المنوط به على اكمل وجه. التحدي الاول هو التمويل، تمويل مجلس الامن ومجلس الامن والسلم الافريقي بيتم عبر الامم المتحده والاتحاد الاوروبي والقطاع الخاص والمجتمع المدني عبر العالم. نعم. هذه الجهات لها رؤى ولها طموحات ولها يعني ولا امال في الاتحاد الافريقي، ولذلك تؤثر على قرار وتؤثر على سلطه وتنفيذ سلطات الاتحاد الافريقي. التحدي الثاني هو التدخلات الغربيه والدول الامبرياليه في الدول الافريقيه، طبعا في ثرواتها البكر، ذهب، معادن، يورانيوم، يعني في كافه الثروات، ويعني فتلك الدول تريد يعني الحصول على حصة كبيرة من ثروات الدول الأفريقية. فلذلك هذين التحديين يمثلان عقبة أمام تطبيق مجلس السلم والأمن الأفريقي لتحقيق مهامه. هناك عقبة يعني ظهرت في العقدين الآخرين، هو كون مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا بأثيوبيا. يعني أولا، ما دلالت وجود مقر الاتحاد الأفريقي في أثيوبيا؟ هو الرئيس كمال عبد الناصر لما عندما ساهم وأسس كان المكون الرئيسي في إنشاء الاتحاد المنظمة الأفريقية، ومسمى يعني كانت يعني استبدلت بالاتحاد الأفريقي، كان يريد تحقيق وحدة أفريقية، لا يريد الاستحواذ على القرار الأفريقي في القاهرة، فأراد تنويع السلطات. نعم. فبادر بإنشاء المنظمة الوحدة الأفريقية والتي تحولت إلى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. نعم، وقلت أن وجود الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا يعتبر من ضمن العقبات. من ضمن العقبات في العقدين الأخيرين، أديس أبابا والنظام الحالي والنظام السابق لأثيوبيا يهيمنان أو يهيمنون على القرار الاتحاد الأفريقي. فمثلا اليوم يعني في الأونة الأخيرة منذ أكثر من سنة ترتكب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان واتهامات لأبي أحمد بارتكاب جرائم حرب في تجراي، والنظام السابق كان هناك اتهامات لإبادة أيضا الأورومو. نعم. في عام 2013-2014، ولم
ولم يخرج الاتحاد الافريقي ولو حتى ببيان، بالرغم ان الاتحاد الافريقي ومجلس الامن والسلم الدوليين مجلس السلم والامن الافريقي هو المنوط بالتدخل لحمايه الشعوب وحمايه اي شعب افريقي من الانتهاكات وارتكاب جرائم حرب وارتكاب جرائم ضد الانسانيه، وهو ما ارتكبه نظام ابي احمد ضد شعبه في على مرأى ومسمع من الاتحاد الافريقي دون تدخل ودون مسمع او مرأى. الازمه الثانيه ايضا هي ازمه سد النهضه. نعم سأتي على ذلك كله، لكن بعد هذه المداخلة مع الدكتور أحمد العوض الباحث المتخصص في الشأن الإفريقي. مرحبا بك، وبداية كيف ترى دور الاتحاد الإفريقي في حل المشاكل الإفريقية لا سيما في إثيوبيا وأحداث السودان الأخيرة؟ ما زال الشارع مشتعلا في السودان. الاتحاد الإفريقي ما يعني فيش أي إنجازات على أرض الواقع، أو لو كان في إنجازات فهي ضعيفة جدا جدا على أرض الواقع. الاتحاد الأفريقي بيحل نزاعات أو بيتدخل لحل النزاعات في بعض الدول الأفريقية يا إما عبر عقوبات أو إدانات أو دعوات للحوار، وفي بعض الأحيان ينشر بعض القوات لحفظ السلام في مناطق الصراع. ما يعني لو في أي إنجازات تانية يعني قولوا لي عليها، انا بتكلم على الانجازات اللي شايفها على ارض الواقع. انا اتمنى الاتحاد الافريقي يكون يعني افضل من الاتحاد الاوروبي في اداره المشكلات بين الدول، وكمان فشل ذريع في يعني وقف عدد كتير جدا من النزاعات المسلحه اللي في الدول داخل الدول زي جنوب السودان، زي نيجيريا، زي الصومال، زي ليبيا، زي اريتريا برضه واثيوبيا، وما قدرش يعني يحمي مالي من الحركات المتطرفه. الحركات المتطرفه في مالي ما قدرش الاتحاد الافريقي يوفر لمالي الحمايه ولشعبي مالي الحمايه من الحركات المتطرفه الموجوده في مالي، الى ان تدخلت فرنسا عسكريا وعجز في التعامل بفاعلية في أزمة سد النهضة اللي بين مصر والسودان وأثيوبيا، وفشل في حل قضية الصحراء الغربية اللي دعا المغرب، اللي خلى المغرب سحبت عضويتها من الاتحاد الأفريقي ورجعت تاني واستعادتها في 2017. ده بسبب فشل الاتحاد الأفريقي في حل النزاع القائم على قضية الصحراء الغربية. وطبعا احنا المجال او البرنامج بتاع حضرتك او وقت حضرتك مش هيسمح نتكلم في مشكلة قضية الصحراء الغربية. يعني الاتحاد الافريقي عمل فيها ايه؟ كمان في الامراض والاوبئة اللي تفشت في بعض الدول، فشل برضو الاتحاد الافريقي في الوقوف والتصدي لهذه الاوبئة والامراض بالطرق العلمية والصحية. بس خلينا نقول برضو يعني حقيقة للحق، الاتحاد الافريقي ينقصه الموارد. الاتحاد الافريقي بيعتمد على التمويل الخارجي. كمان يعني النشاط الحركات المتطرفة في بعض البلدان الافريقية برضو مخلي الاتحاد الافريقي مش قادر يقوم بدوره. وانتشار الفساد في بعض الحكومات والمؤسسات في الدول الافريقية برضو مخليه الاتحاد الافريقي مش قادر يقوم بدوره المنوط بيه. ولكن احنا بندعو رؤساء الدول ان يجتمعوا ويشوفوا حل المشكلات والاخفاقات الموجوده. طيب ما هو رايك في دور الاتحاد الافريقي مع مشاكل القاره المتعدده وليس فقط المشاكل السياسيه؟ بخصوص سؤال حضرتك عن دور الاتحاد الافريقي في ليبيا واثيوبيا في حل النزاعات والصراعات الموجوده هناك، طبعا زي ما قلت لحضرتك قبل كده واشرت، قلت تراجع كبير لدور الاتحاد الافريقي في حل النزاعات المتناميه داخل الدول الافريقيه، رغم حاولت الاتحاد الافريقي لعب دور في ليبيا واثيوبيا تحت شعار اسكات الاسلحه. وطبعا عايز اقول لحضرتك ان اثيوبيا دي طرف اصيل في معظم النزاعات والصراعات في القرن الافريقي. فأثيوبيا طبعا ليها أكتر من نزاع مع أكتر من دولة
واكتر من بلد افريقي. طبعا اثيوبيا وجبهة التحرير التجري، اثيوبيا واريتريا، اثيوبيا والصومال، اثيوبيا والسودان، اثيوبيا ومصر. عشان كده الاتحاد الافريقي لابد وحتما ان يطلع على مسؤوليته ويلعب دور فعال في حال النزاعات باثيوبيا وليبيا والدول الافريقيه كلهم اللي كل الدول الافريقيه الموجود فيها نزاعات، لابد ان يلعب دور فعال عشان ما يكسبش المهمه للاطراف الخارجيه اللي تتدخل، فلابد يكون له دور فعال. يعني ولازم كمان يعني احنا يعني الدور الفعال ده يكون عباره عن نزع السلاح، نزع السلاح ووقف اطلاق النار فورا، وقف اطلاق النار فورا. رئيس كينيا او المبعوث الافريقي راح اثيوبيا وقابل رئيس الوزراء ابي احمد وقابل رئيس دولة اثيوبيا وطلب وقف اطلاق النار، لانه بيقول لك برضو مش هتبقى اي محاولات للصلح مثمرة الا بوقف اطلاق النار فورا. طبعا لو اتكلمنا عن على ارض الواقع هتكون في صعوبه الوصول الى سلام بين الاطراف، يعني جبهة التحرير التجري والقوات الحكوميه في اثيوبيا، لان طبعا الفرقاء السياسيين يعني تحس ان في بعد في المسافات بينهم وبين بعض. ولكن احنا نامل يعني الوساطه الافريقيه ان تقودنا الى حل سلمي. شكرا لحضرتك. نعم، شكرا لك الدكتور أحمد العوض الباحث المتخصص في الشأن الإفريقي على كل هذه التوضيحات. وأعود إليك أستاذ أيمن، كنا نتحدث عن مسألة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، فكيف تعامل الاتحاد الإفريقي مع هذه المسألة، خصوصا أن مصر والسودان الدولتان المتأثرتان ببناء السد؟ هو للأسف الاتحاد الأفريقي تهيمن عليه إثيوبيا ويهيمن عليه الرئيس أبي أحمد، ولذلك لا يقوم بدوره الفعال والمنوط به، والمفترض أن هو دور يعني فاعل ويعني ومشروط ومفترض أن يحقق. يعني صارت مفاوضات ثلاثية من مصر والسودان وأثيوبيا لمدة 8 سنوات، وأنا كنت يعني ضمن رابطة الشؤون الأفريقية والعربية نظمنا ندوة نقابة الصحفيين، وجي فيها السفير بوزاهر عبد الحميد بوزاهر رئيس مكتب الاتحاد الافريقي في مصر، وطلبنا وانا طلبت تحديدا يعني ان يشارك الاتحاد الافريقي في المفاوضات الجاريه لمفاوضات سد النهضه. وبالفعل السفير عبد الحميد بوزاهر ارسل الطلب لاديس ابابا للمقر الاتحاد ووافق، واستمرت المباحثات الثلاثيه برعايه الاتحاد الافريقي اعتقد دخل العام الثالث على التوالي، لكن دون جدوى. ما زالت اثيوبيا تتملص وتتماطل من الحقوق الواجبه عليها والاعتراف بالاتفاقيات القانونيه والتاريخيه لحصتي مصر ودولتي مصر. نعم، لكن هل مبدأ السيادة الوطنية هو من يقوض أو من الأسباب التي تقوض جهود الاتحاد الإفريقي في التدخل المباشر لحل النزاعات أو حل هكذا أزمة مثل أزمة سد النهضة؟ هو التجربة سابت ذلك، في أولا في أزمة تجراي والأزمة داخل أثيوبيا واتهام أبي أحمد بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد شعبه وضد إقليم تجراي، وهو ما أدى إلى تحالف كافة أطياف الشعب الأثيوبي. الدعوة التي وجهها لحمل السلاح يعني دخلت منطقة حرب أهلية، يعني اضطهاده للتجراي وارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جعل الفصائل السياسية والأحزاب السياسية الأخرى تتحالف مع تجراي من الأورومو بني شنقول، يعني 9 أحزاب تحالفت مع تجراي ضد جرائم أبي أحمد. هذا مثل. المثل الثاني هو هيمنة أديس أبابا وأبي أحمد على الاتحاد الأفريقي، وهو ما جعل الاتحاد الأفريقي لا يقوم بدوره، ولذلك لجأت مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي وأصدر قرار مؤخرا بعودة المفاوضات للاتحاد الأفريقي شريطة أن يتخذ قرار يحمي مصالح الدول الثلاث. فمصر والسودان لا تعارضان
التنميه وانشاء المشروعات واقامه السد في اثيوبيا، شبكه لكن... عدم نعم. عدم التاثير على حصه مصر والسودان، والتهديد بالمجاعه وبازمه انسانيه وبتهديد الزراعه وبتهديد الاقتصاد وبتهديد الامن القومي العربي. نعم لكن والسلم الدوليين. نعم اذهب الى نقطه منفصله ولكن ليس بعيدا عن المساله الافريقيه، مع الاستاذه سعاد الراوي مديره مركز سعود زايد للدراسات البحثيه بالمغرب. مرحبا بك، وكيف ترين تعامل الاتحاد الافريقي مع الازمه الدائره بين الجزائر والمغرب، وكيف تقرأين ردات فعل سواء الجزائر او المغرب في تلك الازمه؟ أهلا بكم وبمشاهدي قناة اليوم وبرنامج ملفات الشرق. في بداية، أعرب الاتحاد الإفريقي عن استعداده لدعم أي مبادرة لاستئناف العلاقات بين الجزائر والمغرب، وذلك على خلفية إعلان الجزائر قطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب، حيث قال رئيس مفوضية الاتحاد موسى في بيان: نعرب عن أسفنا العميق لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، وهما دولتان أساسيتان للاتحاد الإفريقي. ودعا رئيس مفوضية البلدين إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه التحريض على التصعيد، ودعوة ما إلى الانخراط بجدية في تبني نهج السلام والتعاون المثمر من أجل مصالح الشعبين، وأكد استعداد الاتحاد لدعم أي مبادرة لاستئناف العلاقات الأخوية في خدمة السلام والازدهار في المنطقة المغاربية وإفريقيا. طبعا المغرب تريد التسامح وعودة العلاقات المغربية الجزائرية مرة أخرى كما كانت، وهذا الذي صرح به ملك المغرب محمد السادس مؤخرا، داعي العالم ككل أن يتدخل في حل القضية المغربية الجزائرية. بالفعل بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط مع مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمان بانكول أديوي قضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية، والإصلاحات والمبادرات التي يقوم بها الاتحاد والدور الذي يطلع به المغرب داخل المنظمة الإفريقية. كما ركزت المباحثات بشكل خاص على الدور المهم للمغرب في الاستقرار والأمن في إفريقيا، وعلى أهمية إصلاح مجلس السلم والأمن. شكرا الأستاذة سعاد الراوي مدير مركز سعود زايد للدراسات البحثية في المغرب على كل هذه التوضيحات. وآخر سؤال لدينا في تلك الحلقة، كيف تقرأ تعاطي الاتحاد الإفريقي مع انتشار الأمراض المختلفة، يعني إيبولا وغير ذلك من الأمراض، وربما الأمراض الناتجة عن التلوث وانهيار البنية التحتية، وأخيرا في مواجهة جائحة كورونا، فكيف تقرأ تعامل الاتحاد الإفريقي مع هذه الأمراض؟ الاتحاد الافريقي له دور في المسائل الصحيه والاجتماعيه وايضا الاقتصاديه، ولا سيما ان مصر ستستضيف العام المقبل قمه المناخ نيابه عن قاره افريقيا. يعني كانت قمه المناخ في اسكتلندا بالمملكه المتحده هذا العام، وكان من المقرر ان تنعقد قمه المناخ 27 في احدى الدول الافريقيه. كان هناك اجتماع للقادة الأفارقة بشرم الشيخ منذ حوالي 8 شهور، وعرضت مصر استضافة قمة المناخ العام القادم. نعم، التعاطي مع الانهيار الصحي كيف يبدو من قبل الاتحاد الافريقي؟ هو موجود بس مش كما ينبغي، موجود بس ليس كما ينبغي، لان ما زالت في امراض. يعني اعتمد دول الاتحاد الافريقي على المساعدات الخارجيه لا سيما من الدول الاوروبيه في مواجهه جائحه كورونا. موجود بس ما زالت الدول الافريقيه لم تتلقى الحصص الكافيه للقاح الشعوب، وهو ما يهدد يعني استمرار الجائحه، ان الجائحه دوليه، يعني لو ما زالوا مصاب في افريقيا سيصيب اوروبا وامريكا والقارات المختلفه. ولذلك ينبغي على الدول المموله والعالم الدولي والمجتمع الدولي مزيد من المساعدات الانسانيه والدوائيه وخاصه لقاح كورونا لاستكمال باقي الشعوب في الدول الافريقيه. وضحت الفكره، شكرا لك الاستاذ ايمن عامر وكيل الشؤون الافريقيه والعربيه بنقابه الصحفيين المصريه على كل هذه التوضيحات وعلى تلبيتك دعوتنا. شكرا لكم. وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات الشرق.